السلام عليكم. ان شاء الله غدوه الاربع ونص نتاع العشيه باش نكونوا امام الجوله 11، واللي بالنسبه كبيره باش تكون اهم جوله من بين الجولات اللي تعداو، ممكن كيف كيف الجولات المتبقين في البلاي اوف، لانه جوله ممكن بنسبه كبيره فيها باش نعرفوا شكون الفريق اللي باش يفوز بالبطوله التونسيه والاقرب للفوز بالبطوله التونسيه، وممكن بها كيف كيف الجوله اللي باش تلخبط الاوراق من الاول وجديد وتخلي الفائز بالبطوله ما نعرفوه كان في اخر جوله، بما انه صاحب كما قلنا البارح صاحب المرتبه الاولى هو النجم الرياضي الساحلي باش يواجه الترجي الرياضي التونسي صاحب المرتبه الثانيه، وصاحب المرتبه الثالثه وصاحب المرتبه الثانيه النادي الافريقي باش يواجه صاحب المرتبه الرابعه الاتحاد المنستيري، امام اربع انديه جميعهم يا إما تلقاهم يرغبوا في الفوز بالبطولة التونسية، وهنا بالطبيعة نحكيو على الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي، ونزيدوهم كيف كيف الاتحاد المنستيري اللي يرغب من أجل مقعد يخوله الموسم المقبل يشارك في مسابقة إفريقية، والأقرب هي كأس الاتحاد الإفريقي. المقابلة الأولى باش تكون بين زوز أندية، ولهنا نحكيو على النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي اللي منتعشين بانتصارات في الجولة الفارطة وانتصارات في غاية الأهمية. يعني النجم الرياضي الساحلي وقت اللي يمشي لك للمستير ونعرفوا الاتحاد المنستيري ما يساومش على أرضية ميدانه وينتصر عليه هدف لصفر، في المقابل الترجي الرياضي التونسي اللي يرد اعتباره بانتصاره على الأولمبي البيجي اللي فاز بكأس تونس. الترجي الرياضي التونسي نوعا ما ظهر بوجه مخاير على المقابلة الأخيرة في نهائي كأس تونس أمام الأولمبي البيجي، لأنه شفناه انتصر هدفين لصفر وكاد أنه حتى ينتصر في المقابلة هذه 3-4-5-0 بكثرة الأهداف أو بكثرة الفرص اللي كانت سانحة للتسجيل. بينما زوز أندية المتبقين النادي الإفريقي الاتحاد المنستيري واللي اتعثروا الزوز في الجولة الفارطة ويلزمهم يرقعوا في الجولة الحالية، النادي الإفريقي اللي يعتبر عثرة تعادله أمام اتحاد تطاوين في تطاوين هدفين لهدفين، لأنه لو النادي الإفريقي تعادل أمام فريق آخر غير الاتحاد تطاوين تعتبر نوعا ما نجم نقولوا عليها تعادل إيجابي، ممكن نوعا ما تعادل إيجابي بطبيعة نحكي وقت اللي اللعبة تكون خارج ميدان ملعب رادس، لكن أنك تتعادل أمام اتحاد تطاوين اللي أي فريق على أرضية ميدانه ولا الخارج ينتصر عليه وبنتيجة عريضة تجي أنت تتعادل أمامه ويعتبر النادي الإفريقي خسر نقطتين، لذا يلزمه يرقع المقابلة الحالية أمام الاتحاد المنستيري. أول شيء لأنه اللعب على أرضية ميدانه أمام جماهيره النادي الإفريقي حتى لو انتصر على اتحاد تطاوين يلزمه ينتصر على الاتحاد المنستيري لأنه اللعب على أرضية ميدانه أمام جماهيره، واثنين يلزمه ينتصر على الاتحاد المنستيري حتى نوعا ما يصلح الغلطة اللي قام بها بعد التعادل أمام اتحاد تطاوين هدفين لهدفين. إيش قلنا الجولة هذه راهي فيها برشا منعرجات، ما فيهاش منعرج واحد، لأنه جميع الأندية اللي تنافس على البطولة واللي تنافس كيف كيف على مسابقة ومقعد في المسابقة إفريقية باش يواجهوا بعضهم، وزوز مقابلات مربوطين ببعضهم. على سبيل المثال لو فرضنا النادي الإفريقي ينتصر على الاتحاد المنستيري والترجي الرياضي التونسي يتعادل أمام النجم الرياضي الساحلي، بطبيعة أكبر مستفيد هو النادي الإفريقي لأنه باش يصبح بينه وبين النجم الرياضي الساحلي نقطتين، وباش يبعد على الترجي الرياضي التونسي بأربعة نقاط، وكيف كيف يبعد كومبليتمون على الاتحاد المنستيري. يعني النجم نقولوا النادي الإفريقي باش يراهن أكثر على البطولة التونسية ونوعا ما ضمن مكان في مسابقة إفريقية. لو ينتصر النادي الإفريقي على الاتحاد المنستيري وفي المقابلة الأخرى ينتصر الترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي، الترجي الرياضي التونسي اللي نحبه ولا نكره صحيح يمر بفترة صعيبة وبداية يتجوزها، من ننساوش أنه فاز على النجم الرياضي الساحلي في 3 مسابقات ينتصر عليه ذهاب وإياب في المجموعة الأولى وينتصر عليه في البلاي أوف. لو ينتصر الترجي الرياضي في نفس الوقت ينتصر النادي الإفريقي، هنا النادي الإفريقي والترجي الرياضي باش ينافسوا أكثر النجم الرياضي الساحلي على البطولة التونسية، والنجم يقولوا في نفس الوقت 3 أندية ضمنوا نوعا ما مكان في مسابقة إفريقية الموسم المقبل. لو ينتصر النجم الرياضي الساحلي على خاطر هنا وقت اللي نشوفوا جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي باش تتعطى لهم 24,000 تذكرة، يعني باش يكونوا متواجدين بأعداد غفيرة، شخصيا كبياري يعني متواجد في جميع
الصفحات، نشوفوا جميع الصفحات، النجم الرياضي الساحلي قال لك ما عدناش حتى خيار غير الانتصار، لا تعادل ولا هم يحزنون. يعني النجم وقت اللي بالنسبة ليه التعادل عثرة هنا ما عادش يحكيوا على الهزيمة، الهزيمة بالنسبة ليهم باش تولي كارثة. لو ينتصر النجم الرياضي الساحلي والاتحاد المنستيري على النادي الإفريقي، النجم نقولوا بنسبة كبيرة النجم الرياضي الساحلي هو البطل الموسم الحالي، بما أنه باش يصبح بينه وبين النادي الإفريقي 7 نقاط، ويصبح بينه وبين الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط. وهنا نجم نقولوا الترجي الرياضي والنادي الإفريقي بعدوا على البطولة، في نفس الوقت خلط عليهم الاتحاد المنستيري اللي باش ينافسهم على مقعد من أجل مسابقة إفريقية الموسم المقبل. ممكن لو يتعادلوا في الزوز مقابلات، الترجي الرياضي يتعادل أمام النجم الرياضي الساحلي والنادي الإفريقي أمام الاتحاد المنستيري. هنا عبارة الجولة 11 تخطيناها ومشينا مباشرة للجولة 12. كل فريق عنده نتيجة في مصلحته بطبيعة، نتيجة على المقابلة الأخرى. على سبيل المثال النجم الرياضي الساحلي ينتصر على الترجي الرياضي، والنادي الإفريقي يتعادل أمام الاتحاد المنستيري، أو الاتحاد المنستيري ينتصر على النادي الإفريقي. النادي الإفريقي بالنسبة ليه ينتصر على الاتحاد المنستيري، وتعادل أفضل شيء بالنسبة ليه أنه الترجي الرياضي والنجم الرياضي الساحلي يتعادلوا، لأنهم لو يتعادلوا النادي الإفريقي باش يهرب على الترجي الرياضي وباش يقرب للنجم الرياضي الساحلي. بالنسبة للترجي الرياضي ينتصر على النجم الرياضي الساحلي، والنادي الإفريقي يتعادل أمام الاتحاد المنستيري، والاتحاد المنستيري ينتصر على النادي الإفريقي حتى يصبح الترجي في المرتبة الثانية. بالنسبة للاتحاد المنستيري أفضل نتيجة ليه هو أنه ينتصر على النادي الإفريقي، والنجم الرياضي الساحلي ينتصر على الترجي الرياضي التونسي حتى يصبح في المرتبة الثالثة ويقترب أكثر من نادي الإفريقي. بالنسبة للغيابات، النجم الرياضي الساحلي ممكن يشهد غياب زين الدين بوتمان وبن علي، ممكن يعني لو الزوز ملعبية هذوما يكونوا متواجدين، يعني النجم الرياضي الساحلي باش يواجه الترجي الرياضي التونسي بجميع الملعبية. الترجي الرياضي التونسي أقل قليل النجم نقولوا الملعبية اللي كانوا متواجدين أمام الأولمبي البيجي هما بيدهم باش يكونوا متواجدين أمام النجم الرياضي الساحلي. ممكن نقطة إيجابية للترجي الرياضي الفترة الأخيرة، محمد علي بن حمودة قاعد يسجل، صحيح قاعد يهدر في العديد والعديد من الفرص، لكن قاعد يسجل محمد علي بن حمودة. صحيح إلى حد الآن في الزوز مقابلات الأخيرة سجل 3 أهداف، لكن هدرت العديد والعديد من الفرص. تحب نوعا ما تكسب ثقة جماهير الترجي الرياضي، نوعا ما نعود نقولها تكسب ثقة جماهير الترجي الرياضي. مقابلة الكلاسيكو معروفة تتلعب على جزئيات صغيرة، يعني ممكن الترجي الرياضي يجي فرصة 2 3 لو محمد علي بن حمودة في مقابلة الكلاسيكو يسجل، نوعا ما نجم نقوله اكسب ثقة أو كسب نوعا ما ثقة من جماهير الترجي الرياضي والإطار الفني بقيادة المدرب معين الشعبان. في المقابلة النادي الإفريقي باش يرجعوا له العديد من الملاعبية، أقل قليل 5 ملاعبية اللي ما كانوش متواجدين ضد اتحاد تطاوين بسبب العقوبة، هذوما راجعين. يعني لهنا أمام الاتحاد المنستيري اللي باش يكون منقوص من 5 ملاعبية كاملين، وأبرزهم أومارو من أبرز الملاعبية في الاتحاد المنستيري. نتصور النادي الإفريقي اللي لعب على أرضية ميدان وأمام جماهير وما عندوش خيار آخر غير خيار الانتصار. خص المهاجمة حمدي العبيدي اللي تقدمت له الدعوة للمنتخب التونسي، أحكيت أنه حمدي العبيدي مر فورما كبيرة، لكن لمته نوعا ما في مباراة اتحاد تطاوين. راه مش لمتك يا حمدي العبيدي على خاطرك ما سجلتش، ليه الملاعبي يلزمه يعمل اللي عليه وبعد ما سجلش عادي، راه ما ثماش ملاعبي في كل مقابله يكون يمر فورما، ثم مقابلات يكون خارج الموضوع مهما كان مستواه. لكن لمت حمدي العبيدي لانه العقليه زاغت نوعا ما، اصبحت نوعا ما عقليه متاع النجم في النادي الافريقي، هذا كل يلزم تنحيه ويلزم افر عن ذنبك. علاش اخترت الكلمه هذه بالذات؟ لانه حمدي العبيدي كان قادر اقل قليل يسجل هدف 2 امام اتحاد تطاوين، ما عندكش حتى خيار اخر كيف ما النادي الافريقي ما عندوش خيار غير الانتصار. حمدي العبيدي ما عندك حتى خيار ضد اتحاد المنستيري غير انك اقل قليل تسجل هدف. حلقتنا اليوم وفات، غدوة إن شاء الله كما قلنا البطولة باش تزيد تظهر أكثر، يا إما باش نعرفوا شكون اللي باش يفوز بها، يا إما باش نقعد ونستنوا إلى الجولة الأخيرة باش نعرفوا شكون صاحب
اللقب. حلقتنا اليوم وفيت كالعادة البياري متبقى، كان باش يقول لكم تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.